امبارح كنا حاضرين في الأحداث اللي كانت في سليانة. مشينا في مهمة مجموعة من الجمعية من أجل رصد طبيعة الانتهاكات ونوعية الانتهاكات اللي صارت في الواحد. طبعا على أثر الأخبار اللي طلعت هناك يعني إصابات كبيرة وخطيرة من طرف أعوان الأمن ضد الأهالي. على ضوء الأخبار هذه طبعا اللي استقيناها من صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك، حبينا أنه عملنا خلية أزمة وحبينا نحقق مدى صحة وصدقية هذه الأخبار. العشية وصلنا تقريبا يعني مدينة سليانة في حالة هدوء تام وغياب أمني تام كذلك، يعني هناك انسحاب، خلطنا على انسحاب وحدة الأمن كل من كل مناطق. لم نشهد أي عملية اعتداء أو حرق أو تكسير أو تهشيم لأي منشأة عمومية أو خاصة. هذا تقريب. ألقينا بعض الأهل واتصلنا بالمستشفى وين عينا الجرحى وخذينا بقية المعطيات من شهود العيال اللي شهدوا المواجهات اللي صارت في الصباح. مرورا برضه احنا لقينا مجموعة أخرى من مجموعة من الشباب اللي هم يعني محتجين ومعتصمين في الطريق العام من أجل مساندة أهاليهم في سليانة، وعندهم تقريب 5 شباب يعني وقع الاعتداء عليهم ونقلوا مستشفى تونس من أصيلي منطقة برغو، وهما وقع الاعتداء عليهم في سليانة. أي نوع من الاعتداء؟ نوعية الإصابات اللي انتهكت عموما اللي رصدناهم احنا. أول انتهاك هو الاعتداء على حرية التجمع السلمي، كما حسب شهود العيال انه حسب معاييرنا احنا ما قاعش هناك اعتداء للمؤسسات العموميه او الخاصه. ممكن بعد ما صار الفعل رد الفعل التعسف نتاع البوليس صارت هناك رد فعل الاهالي، اما من الاول كانت تحركات اجتماعيه شعبيه تطالب بمطالب اللي خرجت عليها الاهالي. الثاني انه هناك استعمال مفرط للقوه. شدنا يعني توا تقريبا حسب الاحصائيات الرسميه نتاع المستشفى وقابلنا مسؤولين المستشفى وقابلنا الجرحى وقابلنا الناس الشهود اللي هناك، يعني 265 جريح رسميين هذو مسجلين دخلوا المستشفى الى حدود ليله 28. ثم قرابه 150 واحد تحفظوا باسمائهم الحقيقيه، ما حبوش يسجلوا بشكل رسمي تخوفا من الملاحقه الامنيه. جريح اخرى وثم جزء اخر ما حبش يتصل اللي وقع يعني اعتداءات بسيطه وردود خفيفه ما حبش يتصل بالمستشفى. منهم 19 حالة هبطوا بتونس خصيصا لمستشفيات العيون. يعني سيدنا الشيء الخطير جدا انه عملية الضربين بالرش، وللأسف الشديد احنا مش أول مرة نرصدوا الظاهرة هذه نتاع الاعتداء بالرش. أول مرة رصدناه ووثقناه في المسيرة اللي صارت في العبدالله في حي تضم في حي في المنيلة. هناك الاعتداء تقريبا يعني نفسها هي بيدها قصدية في الإطلاق هذا الرش على الوجه، مما سبب يعني فقدان للبصر جزئي او كلي، ويعني جروح عميقه في الوجه وفي الصدر. وديجا احنا يعني سجلنا حتى اسم المعتدين العوان اللي اطلقت موثقين وهذا. شكون؟ ما نجموش نعرفوا شكون العوان؟ والله توا الذاكره ما عندنا مسجل يعني بالاسامي، يعني هناك يعني نقيب ورائد يعني مع مجموعه من الحرس الوطني اللي هم اللي اعتدوا في الواقعه. شكون؟ ما نستحضرش الاسم، من بعد نجم نرجعوا للاسامي، نجم نرجعوا للبيانات نرجعوا لتوثيقنا نلقاهم. عملنا بيانات ولكن قلنا انه العمليه هذه ممكن ماناش عارفين باعتبار هل انه باش تكون ممنهجه ولا لا، وثقناها. شدنا حاله اخرى في جندوبه في احداث السلفيه كذلك، وهناك اعتداء على سلفي هو حاليا في السجن في حاله ايقاف، فقد تقريبا بصره جراء هذا الاعتداء. ثم شاهدنا هذه الحالة بشكل مكثف وواسع النطاق في سليانة. ونوعية السلاح المستعمل في إطلاق الذخيرة هذه الخاصة، شنو السلاح؟ إلى حد الآن ما سألناش احنا نوعية السلاح، ولكن احنا نعاينوا في الضحايا وفي الأضرار. السلاح هذا يعني هما أغلب الناس اللي تحكي أن السلاح هذا يستعمل للصيد، وأنه آثار هذا السلاح وبقاياه هي مجموعة من الكويرات والحبات من الرصاص. تتوجه بشكل كبير ياسر للواحد، ثم شكون قال يستعمل لصيد الحلوف، هل انه هذا مسموح به على استعمال يعني ضد البشر او لا؟ المهم انه هذا السلاح وجه بشكل قصدي وعمدي حسب نوعيه الاصابات اللي رصدناهم على مستوى الوجه والصدر. هذه الاولى. الثاني انه بمسافات قريبه. يعني رصدنا حالات احنا يعني بجنبه يعيط ويتلفت يضربوا في وجهه.
احنا شنو نقولوا؟ نقولوا انه البوليس استطاع ان يكيف نفسه حسب مقتضيات جديده بتاع الثوره باعتبار الاعتداءات الممنهجه الكبرى اللي تؤدي الى القتل نزلوا بالسقف شويه، قالوا وقانون رواحهم واستعملوا وسائلهم من اجل الاضرار الجسيم باعضاء المواطن دون قتل. يعني تو خطتهم وهدفهم هو الاضرار اكثر ما يمكن واكبر ما يمكن ضرر دون قتل. فبدات الوسائل هذه طبعا اللي يستعملوا فيها من اجل هذا الاضرار والتخويف والترهيب والتركيع اساسا. الاعتداء الثاني اللي شدناها يعني تقريبا يعني على الاقل تكييفها القانوني او الحقوقي، انه استعمال مفرط للقوه وخرق واضح لمبدا التناسبيه في رد الفعل. الناس خرجت حتى ولو في اقصى بقرار يعني المسؤولين السياسيين بالحجر. وقلت لكم ما شدناش يعني اعتداءات كبيره، بل اعتداءات ممكن صارت بعد رد فعلا على الاعتداءات بتاع البوليس، كان رد فعل اهالي ممكن حرق 4 مراكز، اما من الاول لم تكن هناك اي واحد. تناسبيه رد الفعل هناك خرق واضح لمبدا تناسبيه رد الفعل. يعني ما ثماش في موازين القوى ضرب حجر اللي ضرب سلاح ناري. استعمال الاسلحه الناريه تقريبا في التوجيهات المبدئيه للامم المتحده والدوليه في المرجعيه الدوليه لحقوق الانسان هو تدبير اقصى. هذا التدبير باستعمال الاسلحه الناريه هو تدبير اقصى ولا سيما ضد الاطفال، خاصه رصدنا انه تقريبا 3 اطفال توا حاليين دون 17 16 15 او 17 سنه يعني وقع الاعتداء عليهم. عندنا يعني موثق هذا 15 سنه طفل يعني تضرب بالرش في وجهه، يعني هو خارج من الاطار عيط له ضربه في وجهه. اكثر من هيك عندنا شكون تضرب موثقين حالات ضربت يعني بالرش وهم في دارهم. يعني الرجل في داره ما خرجش لا من الدار لا في الشارع لا تضرب لك في نطل من الشباك ضربوه. وطبعا تعرفوا هذا باش يذكرنا احنا باش يوحينا. المسألة الثانية أنه كما قلت أنه هناك يعني مبادئ واضحة ويحددها القانون الدولي لحقوق الإنسان في استعمال القوة من قبل منفذي القانون. هناك يعني مبادئ واضحة وتراتبية في صعود رد الفعل، لم تحترم قوة الأمن. أكثر من هكا حالة من الهستيريا والسب ونزع سراويلهم، هذا تقريبا استقيناه من أغلب الشهود، أنه هناك يعني البوليس كعادته يفتح سرواله على مجموعة. حاجة أخرى خطيرة رصدناها، أحد عوان الأمن تجرح أثناء المواجهات بين الأهالي على مستوى أذنه. تطوع أحد أفراد الطاقم الطبي بمداوته بعد ما داوى ولا يسب في أهالي سليانة. رد عليه اللي كان يداوي فيه قال له عيب، هذا وثقنيه طبعا في شهادة الرجل هذا. صار تلاسم بيناتهم مباشرة، هذا العام يهز التليفون ويستدعي زملائه، ويجيو تقريبا 3 سيارات من 40 عام ويقتحموا المستوصف بحثا عن الاستاذ على الاطار الشبه الطبي نصر الدين الواتي من اجل عقوبته او القاء القبض عليه او تاديبه او اي شيء. الرجل هذا تعرض الى عمليه تفزيع وترهيب وتعذيب نفسي في المداهمه هذه، وهرب حتى لغرفه العمليات وتخبى تحت فرش واقتحموا غرفه العمليات. وهذا واقتحام غرفه العمليات هذا ارجع للادبيات الطبيه والانتهاكات في ما وقعش في حتى دوله، اقتحام غرفه عمليات وخرجوه الرجل ووجهوه البنادق هذه الى صدره الى وجهه من اجل تفزيعه. شهدنا زاد كيف يعني عمليه قلنا احنا حسبناها انه الانسحاب هذا انسحاب يعني واضح مدروس الامن، يعني البلاد في حاله فراغ من كي دخلنا لها، باعتبار انه ممكن سبحان الفرصه للناس باش تحرق وتضرب ويزيدوا يبرروا العنف الاقوى منه. احنا توا حاليا واحنا قاعدين معاكم بعض شهود عيال قاعدين يتصلوا بنا انه هناك يعني اعتداءات واطلاق رصاص بطاطي، ثم 3 جرحى حاليا وقع نقلهم المستشفى وجدت المواجهات. احنا في الليل الغادي احنا متواجدين نشبه مواجهات ما بين اهالي في مكثر وما بين البوليس وبرقو وبعرضه. تقريبا هذه رغم انه رصدنا زاد كذلك اعتذار رئيس المنطقه للمستشفى، واللي قال يعني واعتبرنا اعتذاره زاد فيه معاني خطيره جدا، قال انه المجموعه هذه ماهيش تحت سيطرتي. يعني قدامه اعتذر قال راهم هذم، وهذا اكتشفنا انه هناك تعزيزات خارج بمنطقه الولايه بنفس الانتهاكات. يعني الناس اللي جوا بهذم ظهروا معدين ومدربين على الانتهاكات. الملاحظه الناس الكل انه الناس هذم قوات الامن هذه في حاله من الهستيريا
الكبيره، حتى واحد علق انه ممكن هذو مخدرين، حتى واكثر من شهاده موثقين احنا يحكي عن حاله الهستيريا، اغلبهم شباب يعني من 20 ل 25 سنه. وثم شكون حتى صرح لنا حظ قوات الامن الموجودين من السريان يقول هذو يعني منتدبين جدد، وقع تكوينهم شهرين او تدريبهم شهرين ونزلهم العمليات مباشره، ما عندهم اي فكره على احترام حقوق الانسان، ما عندهم حتى فكره على او مسؤوليه او خبره في التعامل مع المواطنين. هذوما اعطاهم زي رسمي وآلات قمع وحطوهم في مواجهه مع الناس، وهذا مش الخطير جدا اللي نعتقدوا انه مش ينتج عنه برشا انتهاكات. اللي الاستخلاصات بتاعنا انه هناك اعتداءات ممنهجه واضحه من وقعه العبدليه الجندوبه لليوم، بانه هناك هذا النوع من السلاح اللي زاد يعني هناك يعني شبهه خاصه الكريموجين، الناس كل شكت منه، اللي مش متاكد احنا ادى الى وفاه مراه مسنه بين عمرها بين اسمها شهله، عمرها من حي قاع المزود حي الصلاح. شهله شنو شهله؟ والله ما عنديش معطيات مازال. اليوم يقع دفنها، الناس الكل تشكيوا من حاله الشلل الوجهي اللي يعمل الغاز هذا، والشلل وحاله يعني من الازمه الحاده في التنفس. هذا تقريب موثقينه يعمل اول عرض ليه هو شلل وجهي، وبعد يعمل يعني حاله من الازمه الحاده. وعيننا احد الاطفال في المستشفى، يعني طفله يعني عمرها يعني 7 سنوات مريضه بالقلب، حاله في ازمه من الرعب. شو اسمها؟ اسمها مرام 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 اللومي. الطفله ترفض مغادره المستشفى في حاله من الرعب كبيره ياسر. ابوها وامها في المستشفى معها باش ما تخرجش، لانه وقع في كريز نتاع غواص من الكرتوش والعياط. واحنا نغادروا في المدينه جماعه حي صلاح مباشره، تخرجوا بالبز الغاز لانه سمعوا هناك يعني تعزيزات امنيه وستكون هناك ملاحقات ومداهمات امنيه، وخاصه رصدوا انه مجموعات من فرقه الانياب ونزول الكلام اللي استعملوهم في الواحد، فخرجوا 50 تقريب قارورة غاز من اجل الدفاع لانفسهم. احنا تمنيوا انه تكون تهدى الاوضاع، احنا غادرنا سليانه وما ثماش حتى مؤشرات لنجاح المفاوضات بين الاطراف بين الاهالي وبين قوات الامن. نتمنوا انه يوصلوا الى حل، وهذه يعني تقريب يعني ارواح وحرمه جسديه للتونسيين. لكن ضروري انه نرجع لجنه تحقيق مستقله، وضروري انه اللي اعتدوا على الناس هذه في شباب ما بين 16 سنه 15 سنه و 28 سنه اكبرهم يضروا في عينيهم، ثم من فقد بصره، يعني هذا ما يلزمش المجتمع التونسي يسكت عليه، لانه تبنى الدكتاتوريات تبنى بالتعذيب ثم الخوف ثم الدكتاتوريه. هل تعتزم الجمعيه اللي تترأسها ان ترفع قضيه ولا تاخذ مبادره قضائيه ضد الاطراف المتورطه في عمليه القمع الممنهجه؟ والله كما قلت انه ثم هناك يعني كما قلت ثم منهجيه وثم قصديه معينه في الحاق اضرار بالمواطنين، مهما كانت يعني خلفيه يعني ولا تقييمنا السياسي وغير السياسي لخروج هناك. هناك استعمال مفرط القوه ترتب عليه عاهات مستديمه واعتداء على الحرمه الجسديه للمواطنين، بالتالي ترتب عليه كما قلت كل ضرر يترتب عليه جبر ضرر. وهالمواطنين هذم الشباب اللي معدل اعمارهم من 16 من 15 سنه الى 28 سنه يعني تضربوا بشكل قصدي في عينيهم، يعني تراوحت من اضرار البصر الى فقدان البصر، هذا من حقه من الناس اللي اعتدت عليهم انه يجبروا يعني الضرر اللي وقع خاص في مازالوا في ريعان الشباب. نعتزموا احنا رفع قضايا متعدده، احنا بصدد تجميع وثائقنا القانونيه، ويعني باش تكون دعوتنا دعوه يعني قائمه على مبنى قانوني صحيح. اول يعني في حجم ضرر تحديد حجم الاضرار، ثم مطالبه الدوله في ممثليها اللي اعتداوا سواء وزاره الداخليه او في قرارها السياسي او في غير ايا كان، احنا بعد التكييف القانوني بعد نحدوه حسب المعطيات اللي عندنا والوثائق اللي باش توصل عندنا. هذا من ناحيه، من ناحيه ثانيه انه توعيه السلاح المستعمل. هل انه مسموح به دوليا؟ هل رشوا نوعيه الغاز هذا؟ واضافه المقاضاه يعني للاطراف المتورطه محليا حتى الشركات المنتجه لهذه المواد. منها الرش هذا اللي استعمل تقريبا، ثم الشركه ايطاليه
اسمها نوبل سبورت. نوبل سبورت، نوبل سبورت يعني اسمه يحيل الى رياضة الصيد يعني مباشرة. يعني هذه نوبل سبورت هذه من اجل مقاضاتها، ولانه عقدت يعني صفقات يعني مع الوزارة الداخلية التونسية هذه لصيد المواطنين التونسيين او لا. زاد كيف نفس بصدد يعني مع تحديد هوية مصنعي البامبليك المجانب الاستعمال، هل أنه بالحق صلحية منتهي أو لا، هل مسبوح به الاستماع للاستعمال البشري أو لا، وإذا كان لازم الأمر كيف مقاضاة نفس الشركة. هذا إن ثبت أن الشركة مازالت موجودة قائمة الذات، خاصة أن تم مؤشرات أنه هذه اللي استعملت في الانتفاضة الأولى ضد الأطفال الفلسطينيين من طرف الجيش الإسرائيلي، وثم هناك يعني تأكيدات أنه في مخازن الإسرائيلية موجود نفس النوعية من نفس المصنع. وهل أنه ما نشعر فيه نحن وقتاش الجاتيبة أو تشريت بعقود واضحة، أو ما نشعر فأنه ما خبر تجربة جديدة في المواطنين الفلسطينيين.